كثير من ميادين مصر وشوارعها إلى أماكن إيواء للأطفال المشردين، ينتشرون في كل مكان، في الحدائق وأمام المحال المغلقة وفي الخرابات والأماكن المهجورة. لا يبالون بالتقلبات الجوية من حر قائض أو برد قارس، ويتحملون الجوع ويفرغون طاقتهم بألعاب العنف، من بينهم فتيات صغيرات، وكلهم قد هربوا من أسرهم لأسباب عدة، في مقدمتها التفكك الأسري، خاصة إذا تزوج كل من الأب والأم بآخر بعد الانفصال، وكذلك القسوة المفرطة، حتى أن الأطفال يجدون أن معترك الحياة والنوم في الشوارع أقل قسوة مما تعرضوا له وتسبب في هروبهم. أما الخطورة الكبرى فتتمثل في استغلال البعض لهؤلاء الأطفال في كل شيء، من التسول لحسابهم وأعمال العنف والسرقة، بل والاغتصاب وتجارة الأعضاء. محافظة القاهرة هي أكثر المدن المصرية التي ينتشر فيها أطفال الشوارع، ويقدر عددهم حسب دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحوالي 650 ألف طفل، بنسبة تصل إلى 32% من إجمالي عدد أطفال الشوارع في مصر. ومن هنا يتضح أهمية دور الدولة في التركيز على فئة أطفال الشوارع. برحب بحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة وفقرات مصر جميلة. نتكلم على زي ما بنقول دايما ظاهرة أطفال الشوارع، لازم يكون ليها حلول خارج الصندوق زي ما بيقول. سنين طويلة وإحنا بنحط وبنوضع حلول، حكومة بتتحرك، مؤسسات المجتمع المدني بتتحرك، لكن في جزء مهم جدا إن إحنا ما أخدناش بالنا من الأساليب المتقدمة للتعلم والتعليم. في أساليب جديدة جدا، الطاقة البشرية في جوانا كده حاجة ممكن تتحرك تغيرنا من السلبية الكبيرة جدا للإيجابية الجميلة جدا اللي تقدر تخلينا نتحرك لقدام. الشباب ده أو الأطفال اللي احنا بنقول ان هم مشكلة أو أزمة، أنا أتخيل انه لو كان معاهم حلول سريعة جدا ومباشرة في فهم نفسيتهم، في علاجهم نفسيا، في تغيير الطاقة السلبية ونظرتهم للمجتمع، ده هيكون حل مهم جدا وسريع جدا في علاج المشكلة دي. النهاردة هنتكلم بشكل مختلف زي ما بنقول دايما ان احنا عايزين حلول جديدة، مع ضيفتنا الأستاذة إيناس علي، أستاذ التنمية البشرية وعلم الطاقة، وهنتكلم معاها عن ازاي ان احنا نستغل ده مش مع الأطفال دول بس، لكن كمان في حياتنا الشخصية، وهي ازاي انا استخرج الطاقه اللي جوايا بشكل ايجابي. صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذه ايناس، وانت خبيره في علم الطاقه الحيويه طبعا وفي تعديل سلوكيات الاطفال، فيعني مش بعيده ابدا عن اللي احنا هنتكلم فيه النهارده وعن اطفال الشوارع او عن علم الطاقه. بس احنا بنتكلم عن الطاقه اللي جوه الانسان والطاقه الحيويه، فعاوزين الاول نعرف ايه هي الطاقه الحيويه دي، وهل هي طاقه ايمانيه؟ يعني بنتكلم عن الطاقه الحيويه معناها ان انت علاقتك بربنا وعلاقتك بالكون فيها قدر عالي من التسامح والإيجابية، هل هي دي الطاقة؟ ما معنى الطاقة الحيوية؟ هو التعليق، يعني التعريف العلمي للطاقة الحيوية هو كل القدرة على التغيير وإحداث تأثير. فطبعا ليها علاقة جدا بالروحانيات، لأن ربنا خلقنا في أحسن تقويم، ودايما عايزنا نكون في البوزيتيف مود بتاعنا، دايما إيجابيين متفائلين في الحياة. فده ليها طبعا علاقة واضحة جدا، كل ما احنا بنكون متصلين اكتر روحانيا وعندنا ايمان ويقين ان ربنا حملنا في احسن تصوير واحسن صورة، فاكيد هنحاول من جوانا نطلع الحاجة الحلوة اللي موجودة كانسان. فده قدرتنا على ان احنا نحدث تغيير ايجابي، ان احنا نعدي السلبيات اللي في حياتنا، ونقدر يعني اي حاجه انا شايف نفسي فاشل في جزئيه اقدر اعدلها، شايف نفسي وحش مع الناس اقدر احسن من سلوكي. هو ده كل ده بالطاقه. هو بالطاقه. طيب هنيجي بقى للظاهره اللي احنا بنتكلم فيها حضرتك استاذ، تعديل سلوكيات الاطفال. يعني عندنا مشكله، لو جيتي مثلا، لو احنا عندنا دلوقتي تليفون هتسمعي أصوات كتير من الأسر والأمهات تحديدا، بقى في اختلاف في سلوك الأطفال دلوقتي عن زمان.
ايه اللي حصل وايه التغيير ده يا استاذ ايناس؟ هو التغيير ناتج طبعا من المجتمع اللي حوالينا. اولا هتلاقي الالكترونكس طلعت بطريقه يعني كبيره جدا، الولاد مش مهتمين يقعدوا مع الاباء في البيت يقعدوا يتكلموا، فالكمبيوترز الالكترونكس كلها بتاثر على الطاقه بتاعه جسم الانسان اللي هي الكهرومغناطيسيه، فلازم على قد ما نقدر نبعد الاطفال عن هذه الطاقات، لانها للاسف في حالات بتجيلنا في سن مثلا 6-7 سنين الاهل بيفاجئوا ان الطفل ده عنده كهرباء زياده في المخ، لانه قاعد طول اليوم حاطط الكمبيوتر او الجيمز اللي بيلعب بيها، بيبقى مفيش اي يعني حاجه في المجتمع، مفيش اتصال خالص في المجتمع بالظبط. فلا يعني ده اول حاجه. حاجه تانية طبعا الاسترس بتاع الاهل، ان هم عايزين يصحوا الصبح بدري، عايزين يروحوا شغلهم، مفيش برده اهتمام كافي زي ما كان زمان. في الويك اندز كان الاهل بيتجمعوا مع بعض العائلات، ففي السرعه بتاعه الحياه بتاعتنا اليوميه ادت طبعا ان الاطفال تبتدي الاتيتيود بتاعهم يختلف برده، لان طبيعي الولد عايز متابعه من امه، متابعه من الاهل، يعني ارشادات، لان الام والاب ليهم دور كبير جدا في ان هم يوجهوا الطفل، ان هو ده بيدوله البيزكس بتاعت الحياه بتاعت يعني الاسلوب بتاع حياته. فطبعا السرعه في الحياه والالكترونكس والحاجات المتقدمه قوي قوي ادت الى اختلاف السلوك كومبليتلي. يعني ده فكره عدم اهتمام الاهل بالاطفال ان هم يقعدوا يتكلموا معاهم، يبقى في حوار زي ما كان بيحصل في الاسره، انه لما بيقعدوا على الغداء بيتكلموا او موجودين في يوم معين، يعني دي فعلا ليها تاثير خطير بالشكل ده. التعامل اصلا ان ازاي تطلع الطفل قادر يتعامل مع المجتمع ويتحاور معاه وهو قاعد منطوي مع نفسه ماسك اي مثلا حاجه الكترونكس. طبعا ده الحوار، انت ليه هننمي الشخصيه؟ ابتدي اتكلم مع الطفل بتاعك، انت بتحب ايه، ايه اللي مش بتحبه، ابتدي اراعي ابني، ابتدي انمي فيه مثلا حاجه هو بيحبها، لكن انا ما اقعدش اديله يعني عدم اهتمام. طبيعي الولد هيبقى عدم ثقه في نفسه، هيبقى انسان منطوي، هيبقى خايف يتعامل مع المجتمع لانه ما عندوش حد قدامه قادر يتكلم معاه ويتحاور معاه، بيستسهل هو كمان، والاباء بيستسهلوا ان هم يعني راجعين من الشغل تعبانين، فخلي الولد قدام الكمبيوتر او بيلعب جيمز او غيره، وبالتالي كل حاجه تبقى افتراضيه في حياته بقى، الصحاب افتراضيين على الفيسبوك والانشطه افتراضيه اللي هو بيؤديها، بيلعب جيمز بدل ما ينزل يمارس رياضه، وكل الحياه تتحول يعني لاوضه مغلقه ما فيهاش اي نوع من انواع الحياه. ده الجيل اللي احنا نفسنا فيه في يوم من الايام، ولا احنا محتاجين ولاد قياديين عندهم تنميه فكريه وبشريه ويقدروا يغيروا ويحدثوا تغيير؟ ما دي طاقه الاطفال، ازاي توجهها في الطريق السليم اللي يقدر بعد فتره طويله باذن الله تقول يعني ما شاء الله، ده مصر مليانه بالاطفال القياديين العلماء يعني عندهم كذا مبدعين بمعنى اصح. ده انا بس بنبه كمان انه هتكوني معانا ان شاء الله استاذه ايناس كل يوم سبت تتكلمي عن تعديل سلوكيات الاطفال، خلاص المدارس يعني خلال شهر بالكتير هيكونوا اولادنا في المدارس، فاستاذه ايناس هتكون معانا كل يوم سبت وهنتكلم عن ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي نعدل سلوكهم الخاطئ، دور الاباء والامهات في ده، ودور كمان المدرسين في المدرسه، ودور المجتمع ككل في التعامل مع الابناء. فهنكون سعداء بفقرتك كل يوم سبت ان شاء الله. خليكي ميرسي لحضرتك. طيب احنا هنرجع لموضوعنا النهارده وظاهره اطفال الشوارع، بنشوف دايما انه الظاهره دي، هاخد الجزء النفسي اللي حضرتك متخصصه فيه يا استاذه ايناس، وهو نظره الاطفال دي للمجتمع، زي ما شفنا احداث يناير، ثوره يناير، الاطفال دول تم استغلالهم بطريقه مرعبه وخطيره جدا، لانه هو الولد عنده الاساس ان هذا المجتمع بيكرهك، ان المجتمع دوت انت بالنسبه له شخص منبوذ، فبالتالي هو ادى الطاقه السلبيه كلها للمجتمع ده. من فضلك وضحي لنا اكتر. طبعا الاطفال وخاصه اطفال الشوارع احساسهم ان هم ما لهمش ذنب اصلا في اللي حصل لهم، يعني ممكن نقول عادات سيئه حصلت، عدم دين برضو ادى ان هم للاسف موجودين في الشارع، للاسف اسره متفككه فالاطفال لجأت للشارع، محتاجين حاجه. كل السيكولوجية بتاعت الاطفال دي جواهم احساس بالاضطهاد بالاحباط، فعلى فكرة الأطفال دي أذكية لأقصى درجة ممكن تتخيلوها، لأن احتكاكهم بالشارع والمواقف اللي يعني قعدوا فيها وتعاملوا مع الناس، عندهم ذكاء رهيب للتعامل مع كل حاجة حواليهم. صحيح. فهم يعني في موضوع الثورة بالذات خدوا الأطفال دي، لأن هم يعني قادرين جدا جدا إن هم يعملوا اللي هم بالظبط محتاجينه.
لو عنف هنعمل عنف، لو مش عارفه ايه، بيقدروا يكونوا يعني قياديين جدا وما بيخافوش. يعني تخيلي طفل نايم في الشارع مش خايف اللي ممكن يحصل له، صحيح، فمفيش مأوى ليه، فخلاص انا مش فارقه معايا، والله هدمر لان انا جوايا حزين، جوايا حاسس ان انا مش في مجتمع فيه امان. فلو ابتدينا ان احنا نعالج السلوكيات دي بان احنا نبتدي نعمل لهم مكان بيعيشوا فيه، مأوى، اكل وشرب الاساس، مازلو هيراركي ده الاساس في الناس كلها، يعني ده هيراركي كده بيتعمل اول حاجه عشان تحس انك بني ادم. اول حاجه بايه اللي بيحصل؟ في مكان تعيش فيه، في امان، في اكل، في شرب. هنبتدي بعدها نطلع ليفل احلى اعلى، في تعليم، بعد التعليم الاعلى هل في كرياتيفيتي، انت تقدر تبدع في ايه، وبعد كده بقى المتعه بقى اللي هي الاخيره دي اللي انا خلاص عملت لنفسي فيه، فبضيف بقى كمان بصمتي في المجتمع. فيا حرام هم للاسف ما عندهمش شيء اساس يعيشوا، فيقدروا ان احنا نستغلهم باي حاجه، لو اديت لهم يعني ساندويتش هيعملوا اللي احنا محتاجين. هو يعني زي ما قلتي انه في يعني شعور سلبي تجاه المجتمع، وكمان في عدم احساس بالخوف نهائي، فالجرأه الزياده دي بيتم استغلالها، ومفيش حنيه، محدش بيحن عليهم للاسف. نظرتنا ليهم نظره سلبيه جدا. طيب يعني ازاي بقى الناس احنا ممكن يعني نستغل طاقه الانسانيه اللي جواهم، لان هم في النهايه هو شخص انسان عنده طاقات ربنا حبا بيها، ازاي نستغل الطاقات الايجابيه دي، وازاي ممكن نساعدهم في تصورك كده؟ احنا ممكن نعمل ايه؟ هل فعلا ان احنا نجمعهم في مكان ده هيساعدهم، ولا ممكن برضو يحسوا انهم زي جيتو، يعني حاجه مقفوله عليهم؟ ازاي ندمجهم مع المجتمع حتى لو ليهم مكان خاص بيهم، لكن في النهايه كلهم علاقات بباقي المجتمع؟ طبعا في جمعيات متخصصه لهذا او مؤسسات ممكن تدعم الفكرة دي، ولازم تكون تحت رقابة الدولة، دي مهمة جدا، لان هم الولاد ممكن يكون عندهم يعني جواهم احساس انا عايزة ابقى كويس، بس نبتدي نوعيهم، نبتدي على الاقل نتكلم معهم في الشارع كده احنا ماشيين، نبتدي نسلم عليهم، نبتدي نحسسهم بالامان، نبتدي نديهم يعني احاسيس ايجابية، مشاعر ايجابية، تطبطب عليه، مش لازم ان احنا نديهم فلوس، لا بالعكس، احنا ممكن على الاقل ممكن حاجة معنوية، لو يعني شوكليت وانت ماشي معاك، خد حبيبي اتفضل، ربنا معاك يا حبيبي، طب ما تشوف لو انت حابب، يعني نبتدي احنا ك يعني ك ثقافة مجتمع نبتدي نتعامل معاهم بحب. ما طبيعي احنا لما بندي حب ايه المقابل؟ بيبتدوا يحسوا بالامان، هيدوك حب، هيبتدوا يسمعوا، هم لو احنا احتويناهم هيقدروا يثقوا فينا، وبعد الثقة هتقدر تقول لهم في حتة معينة يعني متخصصة، انت لو حابب تتعلم في سن التعليم في اماكن معينة للتعليم هتقدر ان احنا نساعدك فيها، للأسف لو مثلا سنهم كبر وعدى في محو الأمية، طب انت بتحب ايه؟ بتحب تغني؟ طب ايه الحرفة اللي انت بتحب تعملها؟ يعني ابتدي اديهم توعية، يعني توعية نفسية، اللي هم انتوا لا بالعكس انتوا حاجة حلوة. انا اتخيل انه الحلول اللي بتوضع للأطفال دي بيبقى جزء النفسي فيها اقل، البرامج انا متخيل كده يعني، ما اعرفش، لانه حتى في المؤسسات الاجتماعيه نشتغل على نفسيه الطفل ونديله ايجابيه ونحسسه بذاته. طب مش لما يكون الكبير عنده نفسيه جيده أنا يعني حتى المؤسسات بص يا دكتور، بص يا استاذه انس، المؤسسات الاجتماعيه حتى لما بنشوف بعض الممارسات والافعال من اللي قائمين عليها ضد الاطفال دي بتبقى كارثه كبيره جدا، احنا بنزود المشكله. الدوله لازم يبقى في رولز معين يمشي، والناس دي تكون مؤهلة كمان، دولة وصارمة، لان حرام احنا مش هنجيب ناس من الشارع نحطهم في مأوى او في مثلا في جمعيات ويبقى في بعد كده اضطهاد وتعذيب وحاجات، صحيح، مش ظريفة، الولاد هتخاف في الشارع انها تروح بعد كده، وده اللي بيحصل، بيهربوا منها هيخافوا، وان احنا نضحك عليهم نقول لهم تعالوا احنا ندخلكم اصلاحية، لا احنا بنقول لهم تعالوا احنا هننمي فيكم الحاجة اللي انتوا حابينها. انت حابب ايه يا حبيبي؟ انت حابب انك تشتغل بايدك حرفه، هنعلمك. بتحب تغني؟ يعني شايفه حضرتك الحاجه الرائعه اللي يعني استاذ سليم سحاب عملها، يعني انا كمواطنه انا ما كنتش اعرف الجمال ده، انا لما شفت قلت لهم ايه ده، الله اكبر، ده احنا في عندنا طاقات يا جماعه لو استغليناها مصر يعني في خلال يعني نو تايم هتبقى حاجه عاليه جدا. طيب الاطفال دول هيبقى عندهم عادات سيئه كتير جدا زي غيرهم من الاطفال، ده الاطفال متربيين في بيوت اهاليهم عندهم مشاكل، فدول متربيين بلا بيت بلا قيم خالص، وبالتالي عندهم عادات سيئه، ازاي بقى نغير العادات السيئه دي؟ وده جزء من تعديل السلوك لحاجه ايجابيه، مثلا هيبقى عندهم عاده الكذب، عاده التجرؤ على الكبير، ما عندهمش حاجه اسمها كبير وبالتالي مش هيسمعوا لنا، هيبقى عندهم عاده او يعني صفه او
سمة الحقد على المجتمع، وده بيخليهم ما بيتعاملوش كويس مع الناس او بيخليهم عدوانيين. ازاي بقى يعني نقدر نتعامل مع العادات السيئة دي ونحولها لإيجابيات في سلوكهم او شخصيتهم؟ هي فكرة لسه حالا جاية على بالي رائعة، وفعلا احنا نفذناها في مؤسسة معينة. عملنا حاجة زي كامبينج، يعني بالضبط قلنا الاطفال تعالوا اقعدوا معنا شوية شوفوا احنا عاملين ازاي، اتعاملوا، تعاملنا معاهم، ابتدينا نديهم حب، حنان، توجيهات بسيطة جدا، ما نركزش في كل سلوك بيعملوه، حرام، هم ما تعلموش، ما فيش حد يعني قدامهم يقدر يقولهم ده صح وده غلط. فوالله أنا مش قادرة أحكي لك الكامبينج ده، الولاد بعد ما طلعوا منه قالوا كلام أكثر من رائع، إحنا عايزين نبقى زي كده. اللي هربانين من بيتهم عايزين يرجعوا لأهلهم لأنه حسوا بالأمان وحسوا بأن فيه ناس فعلا تقدر أن هي تساعد. عايزين يدرسوا، عايزين يتعلموا، عايزين، لأنك أنت لازم تعلمي الطفل عن طريق إيه، اديله الحاجة قدامه، العب اللعبة دي عجبتك يا حبيبي، طب إيه رأيك تلعبها تاني معايا؟ هم يعرفوا منين؟ ما أنت لازم تديله التجربة عشان يعيشها، حبها بدون نقاش هيكمل فيها، ويجي يقول لك كل يوم انا عايز من ده، لكن لو حاجه فرضتيها عليه ما نو واي هيلف ويرجع تاني. انا انا هاخد حضرتك في جزئيه تانية. اتفضل. الفقر المادي ولا الفقر العاطفي هو اللي بيوصل لتفاقم المشكله، سواء بقى في الاسره العاديه او مع اطفال الشوارع؟ يعني انا اتخيل انه ممكن يكون في فقر مادي او اسره مستواها ضعيف ماديا، لكن في غنى في العواطف جوه البيت، ده بيطلع شخص سوي. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ متفقه جدا مع حضرتك استاذ طارق، لان هو المشاعر هي اللي بتغير كل طاقه البني ادم. يعني لو اتكلمنا على الطاقات اللي حوالينا، طاقه الحب نفسها هي اللي ممكن تبني مجتمع بناء هادف، كلنا بنحب بعض، حب في كل حاجة من بدون مقابل. أنا بحب حضرتك لأني أنا شايفة في حضرتك حاجة جميلة، فأنا حبيتك لأنك مش محتاجة مني حاجة في المقابل. الحب دي أعلى طاقة. المادة هنقول طبعا ليها تأثير، بس من غير مشاعر إيجابية ومن غير حب للمجتمع اللي أنا عايشة فيه، وأول حاجة أستاذ طارق حب نفسي. أنا بحب نفسي لازم، لان في للاسف اطفال كتير ما بيحبوش نفسهم، عندهم يعني حرام مشكله نفسيه انطوائيه، حاسين ان هم مش حلوين شكلا، مش شطار في المدرسه، ماما مش بتحبني اكتر من اخويا. في بالعكس، ده احنا ننمي فيهم حب الذات. لو فعلا ابتدينا نخلق جيل عنده حب وثقه في نفسه، والله لو قاعد تحت فين يعني، ما عندوش حته غير اوضه وصاله هيطلعوا اعلى مراكز. وهنا برضو قيمه حب الوطن او حب المكان اللي هو بينتمي اليه. هو ما بينتميش لمكان، ولا عنده اسره بينتمي اليها، ولا عنده حتى مكان بيسكن فيه بينتمي اليه، فمش حاسس بقيمه الحب والانتماء دي خالص. يمكن لو انتمى لمكان او انتمى لمشروع هو عمله بايديه، حاجه هو يخلقها بايديه، يبتدي يحس بقيمه الحب اللي حضرتك بتتكلمي عليها. الثقه في نفسه، لما نخلق ثقه في الطفل هيبتدي يحس ايه ده، ده انا بعمل حاجه، ده انا بضيف حاجه في المجتمع اللي انا عايش فيه، ده انا بالعربي يعني باللغه بتاعتنا انا ليا لازمه. هو عايش. انا عايز حضرتك تقولي لنا بقى خطوات ان احنا نحط الثقه في اولادنا ازاي، لانه بنشوف تعاملات سلبيه، لانه زي ما بيقول دايما انه اطفالكم مرآتكم، يعني اللي انت بتعمله هو الطفل بيعمله. فعايزين الجزئيه دي يعني نعمل الخطوات، نتحرك ازاي، واتمنى ان هي تكون بدايه مننا حتى. يا رب يا رب. اول حاجه توجيه الكلام لاولياء الامور الاباء، لان هم القدوه بتاعه الاطفال. انا لو عايزه ابني يبقى ولد طالع في اخلاق، في يعني ايجابيه كويس، الدين نمبر 1. ديننا، الدين لازم نحطه ونغرسه في الطفل. ما بتكذبش، ساعد، خليك امين، يعني ما تزعقش، ما تغضبش. كل الدين اللي يعني التعليم الدينيه، مش لازم اللي هي العبادات الحثيه، لا، الاخلاق. لو عملنا فعلا غرزنا اخلاق من الاساس وبتعلم طفلك عدم الكذب، دي نمبر 1. انت لو ما كذبتش هيبقى طول عمرك عندك القدره انك تواجه
فهبتدي انا انا غلط بس انا كان قصدي كذا انا ما كنتش اقصد. نبتدي ننمي ثقه بنفسه واحده واحده. الام هي القدوه. ما اكدبش قدامه واقول اصل كدبه بيضة اصل معلش لا. يعني احنا بنخلق دلوقتي جيل عايزين جيل سليم كله مشاعر ايجابيه. خليكي متعاونه، حببيه في المجتمع، حببيه في انه يروح يلعب لعبه جديده، حب يعني ابتدي نمي له مواهبه. احنا كأم او اب نبتدي نشوف ابني ده متفوق في ايه وهشتغل على هذه النقطه. ليه؟ هبني ثقه في نفسه، هبني طموح. الله انا حابب كده، انا بحب التعليم في حاجه معينه، طب انا هبقى شاطر في كذا وكذا وكذا. ابتدي اديله يعني تحفيز، والله انت لو عملت الحاجه دي وتفوقت في الحاجه اللي انت بتحبها انت ليك عندي مكافاه معنويه، سفر، اشوف ايه اللي بيحبه واشتغل عليه. فاول حاجه الاباء. المرحله الثانيه المدارس. احنا مش هنسيب الام تربي في البيت وروح الولد في المدرسه يقعد اطول وقت اكتر من يعني اللي بيقعدوا في البيت، ولاقي المدرسه او مثلا زميل ليه بيعامله بطريقه وحشه، ومدرسه بتفضل طفل مثلا شكله امور شويه عنه. مش احنا مش عايزين نخلق اي سلبيات للطفل، احنا عايزين فعلا نتعامل مع الشباب الاطفال بان هم اولادنا مهما كان. بالعكس ده انا لو لقيت طفل عنده يعني مشكله او تشالنج صغيره ابتدي اشتغل عليها وابتدي اديله الثقه، احببه في الحاجه في نفسه، احببه في المدرسه بكل الطرق بقى. نحس بقى ان اولادنا دي هو مشروعنا. يعني احنا مشروعنا الاساسي في الحياه هو ان احنا نجيب اولاد كويسين صالحين ناجحين. هو ده نستثمر في اولادنا بدل ما احنا قاعدين نلهث ونجيب فلوس من هنا ونشتغل هنا وفي الاخر اولاد بنسيبهم ما بيستفيدوش بالاموال دي او بالفلوس دي اللي احنا بنجيبها. وبالتالي هو فعلا يعني نحس قد ايه ان احنا لما نجيب بيبي للدنيا ده لازم ندرس، لازم نعرف ازاي نربيه. عندنا جديد ده دراسه دي مش موجوده عندنا، دي دراسه قبل اصلا لما هبتدي ابقى لما اتعلم فيهم للاسف حامل. البيهيفير بتاع الطفل ازاي اتعامل معاه، وانا حامل ازاي احط نفسي في طاقه ايجابيه علشان الطفل يطلع هادي ما يطلعش في مشاكل. يعني ده من البدايه كده، ده من اول لما افكر اي بي سي انا هبتدي ناويه يعني ايه اخلف ان شاء الله. فلازم الام تكون عندها درايه. ما هي دي بقى العلوم اللي احنا كلنا بنقول لا 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 ده الحمل سهل والخلفه سهله وكل واحد بيجي برزقه يا جماعه كل حاجه اوكي فاين. بس حطوا خطوات للجيل اللي احنا عايزينه. اذا كنا بقى دي نعمه رب. اتفضلي اخر اخر حاجه بقى وفي دقيقه يعني استاذه ايناس، انه فكره الحب بقى من الكبار انه هو يكون بيحب زي مثلا في ست بيت تلاقيها بتشتكي والولاد والاكل والشرب، انا اتخيل انه الطاقه دي لو اتحولت لايجابيه وان هي بتحب العمل دوت هيمر اليوم بهدوء شديد جدا. تخيل ان ربنا يعني كرم المراه وقال امهاتنا وتاخده يعني وليها منزله كبيره جدا عند ربنا. لو الام فعلا جواها حست ان اللي انا بعمله ده يعني يعتبر جهاد، انا ده انا بربي امه، ده انا كل كوبايه ميه بديها لزوجي او بديها لطفلي باخد عليها وبطبطب عليه او بضحك وابتسم فول يعني وربيهم تربيه حسنه وبطبخ بحب وبقدم لهم المساعده، ده هي اصلا اساس المجتمع. فهي لو حست اللي بتعمل حاجه دي عن حب وان ده مش فرض عليها خلاص كل السلبيات هيبقى فعلا بيت مليء بالحب ومليء بالتعاون والحنان، ويعني هيبقى فعلا حاجه رائعه. فالام بس يعني تحس لا ده ربنا فضلني فانا بالعكس هدي اكتر لاولادي نحو بيوت افضل ونحو ابناء افضل. ده هيكون بقى موضوعاتنا مع الاستاذه ايناس على مدى كل سبت قادم ان شاء الله. هنتكلم عن الاطفال وازاي نعتني بيهم وازاي نربيهم وازاي نخلق مجتمع قادر على انه ينهض بمصر بقى الجديده اللي احنا بنتمناها ان شاء الله. بشكرك استاذه ايناس الخبيره في علم الطاقه الحيويه وتعديل سلوكيات الاطفال. شكرا جزيلا لك. شكرا ليك يا استاذه ايناس. وزي ما قالت ضيفتنا الكريمه انه الحب هو كل شيء. اتخيل انه العمل وانت بتحبه ده هيديك الباور والطاقه الكبيره جدا انك انت تنجز ما تحبه، وبالتاكيد هيطلع شكله كويس لانه في الحالتين انت هتعمل ده هتعمل ده، فاعمله بحب افضل. اشكرك شكرا جزيلا استاذه ايناس. وهنخرج لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون ضيفنا في الفقره القادمه الشاعر عبد الستار سويلم، وهنشوف جزء من مجموعه من اشعاره. وبعد الفاصل نلتقي ان شاء الله.